بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الأخير من المحاضرة الأخيرة أو الجزء الثاني من المحاضرة الأخيرة، الذي هو قانون أو قرار جمهوري بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، وكذلك إنشاء مختبرات الصحة المركزية. نبدأ أولا بقرار جمهوري بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، وطبعا هذه كما نعرف هي كمقدمة من هي الجهة التي أصدرت أو التي قامت بفعل هذا القانون. نبدأ أولا بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري، الذي هو الإنشاء والتسمية والتعريف. أول حاجة قال مادة واحد: ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه. المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ويخضع لإشراف ورقابة وزير الصحة العامة والسكان. مادة اثنين: لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون الألفاظ، طبعا هنا يتحدث عن ألفاظ أو يعني عبارة عن مصطلحات التي قامت بالتجهيز لهذا القانون أو الذي أصدرت هذا القرار، الجمهورية والوزارة والوزير إلى آخره. ثم اسم المركز الذي نحن بصدد إنشائه أو أصدرنا قرار جمهوري بشأنه، الذي هو قلنا اسمه المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه المنشأ بموجب هذا القرار. وهناك مراكز فرعية، المراكز الفرعية نقصد فروع المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في المحافظات. مثلا المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه هذا يكون في العاصمة، والمراكز الفرعية التي هي موجودة في المحافظات المختلفة. المدير العام لهذا المركز اسمه يكون صفته أو يعني التوصيف حقه اسمه مدير عام المركز. وبنك الدم هو الوحدة المتخصصة للقيام بخدمات نقل الدم. اللائحة التنظيمية لهذا القرار. المادة الثالثة: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية، بمعنى أنه يكون هناك له يعتبر كمسمى مستقل، ويكون له يعني دعم مالي مستقل من أجل تحقيق الأهداف الذي أنشئ من أجلها. يكون المقر الرئيسي للمركز طبعا في العاصمة صنعاء، ويجوز أن ينشأ له في المحافظات، ونحن نرى أنه في كل محافظة يوجد مركز اسمه المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه. طيب، الفصل الثاني الذي هي: ما هو أهداف واختصاصات هذا المركز؟ ما هو أهداف واختصاصات المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه؟ أول حاجة كما يقول هنا مادة 5: يهدف المركز إلى تحقيق الآتي: واحد، تنظيم وتطوير خدمات فحص وسلامة نقل وحفظ واستخدام الدم ومشتقاته في كافة المحافظات. وهذا المركز إيش؟ قال بفصلها عن المختبرات وربطها بالمركز الوطني وفروعه. من أهدافه كذلك ضمان سلامة نقل الدم وحمايته من التلوث وخلوه من الأمراض والأمراض المنقولة عبر الدم. الهدف الثالث: توفير الدم بكمية كافية لتلبية الاحتياجات لكافة المرافق الصحية. 4: توعية المجتمع وتشجيعه على التبرع بالدم عبر وسائل الإعلام المختلفة. 5: متابعة التطورات وكل جديد في مجال الأبحاث والدراسات. إذن هذه 5 أهداف من أهداف المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه. المادة السادسة يعني كما يقول هنا للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات التالية. يعني هذا المركز الوطني لنقل الدم له كذلك يعني أهداف أخرى يمارسها، من ضمنها: واحد، الإشراف على بنوك الدم في المراكز الفرعية في المحافظات ومراقبة تنفيذها لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة. 2: وضع المواصفات والشروط والضوابط اللازمة لتنظيم كافة خدمات نقل الدم. تأهيل الكوادر العاملة في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه. 4: تشجيع البحوث العلمية المتخصصة في هذا المجال. 5: إجراء الفحوصات التخصصية لأمراض الدم والقلب. 6: إجراء الفحوص على مشتقات الدم والتي تورد الجمهور، يعني لو في عندنا مثلا مشتقات دم استوردت من الخارج فهي التي تقوم بعملية الفحص لهذه المشتقات من أجل هل هي مطابقة للجودة أو غير مطابقة للجودة. اللي بعده الفصل الثالث: إجراء تنظيم عملية فحص وجمع وتخزين وتوزيع الدم. قال المادة 7: يصدر الوزير بناء على عرض مدير عام المركز القرارات اللازمة لتنظيم خدمات نقل الدم مختلف عملياتها وإجراءاتها، ما في ذلك: 1 أو ألف تنظيم عمليات فحص وجمع وتصنيف عينات الدم وتخزينه. أيضا يقوم بالإجراءات المنظمة لفحص المتطوعين.
أيضا تحديد المواصفات والشروط المطلوبة توفرها للمراكز الفرعية المختصة. د طرق الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته. المادة الثامنة، يعتبر المركز الجهة الوحيدة المخولة للقيام بعمليات فحص وجمع وتخزين الدم، يعني كل ما يتعلق بالدم في المستشفيات العامة أو الخاصة، الجهة المخولة بهذا العمل هي المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه. المادة 9، يتم سحب الدم في المركز الوطني والمراكز الفرعية، ويجوز أخذ الدم في المستشفيات العامة المركزية في الحالات الطارئة، شريطة تواجد طبيب بشري، يعني عندما نريد واحد مثلا أن يسحب دم، يعني يتطوع أو يتبرع بدم، لابد أنه يروح فين؟ المركز الوطني أو أحد فروعه الموجود في المحافظات. المادة 10، يجب على جميع مراكز الدم إجراء الفحوص الضرورية لكافة وحدات الدم، وعلى الأخص يعني ما هي الفحوصات التي يجب أن تجريها مركز الدم وأبحاثه. من هذه الفحوصات التي يجب أن يجريها واحد، فحص الأجسام المضادة لمرض العوز المناعي، يعني عندما يجي شخص يريد أن يتبرع بالدم لابد أن نعمل له أول حاجة فحص للإيدز، الذي بعده ممكن نعمل له فحص لالتهاب الكبد الفيروسي، اللي بعده فحص لالتهاب الكبد سي، الرقم اللي بعده فحص مرض الزهري وفحص الملاريا، أيضا فحص أمراض الدم، أيضا الفحوصات المتعلقة بالأمراض الأخرى المنقولة عبر الدم. إذا عندما يريد شخص أن يتبرع بالدم لابد أن يخضع لهذه الفحوصات، وهذه نسميها الفحوصات الأساسية التي نجريها للشخص المتطوع عندما يريد أن ينقل الدم أو يعمل يعني نقل دم أو يتطوع بدم. أيضا المادة 11، لا يجوز لبنوك الدم صرف أي وحدة دم قبل إجراء جميع الفحوصات المطلوبة عليها، يعني واحد مثلا أو مثلا هناك موجود دم في مركز فحص الدم، جينا نشتي نصرفه مثلا لشخص أو لجهة تطلب دم، لابد أن نقيم يعني فحوصات على هذا الدم قبل تصديره أو توزيعه. المادة 12، تحدد بقرار من الوزير بناء على عرض المدير العام الشروط المطلوبة لاستيراد مشتقات الدم. طبعا هنا إذا أردنا مثلا نحن نريد أن يعني أن نستورد مشتقات دم من الخارج، مثلا زي مثل الألبيوبين، لابد أن نحن لا يعني مثلا مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه يعمل عملية عرض أو يقدم ورقة إلى الوزير، والوزير بعد ذلك هو الذي يأمر باستيراد. المادة 13، يحق لمدير عام المركز أو من يكلفه رسميا دخول المراكز الفرعية وبنوك الدم المشمولة بإحكام هذا القرار للتأكد من سلامة تطبيق هذا القرار. طيب اللي بعده، من هو الذي يتولى إدارة المركز؟ الفصل الرابع، من هو الذي يتولى إدارة المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه؟ قال يتولى إدارة المركز طبيب أخصائي بأمراض الدم ونقل الدم مع خبرة عملية تحددها اللائحة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير. الفقرة ب، تحدد اللائحة التنظيمية للمركز التقسيمات الإدارية والبناء التنظيمي للمركز وتحديد مهامه واختصاصاته. اللي بعده، النقطة اللي بعدها، النقطة اللي بعدها اللي هي تحدد اللائحة التنظيمية، كما ذكرنا هنا تحدد اللائحة التنظيمية للمركز التقسيمات الإدارية والبناء التنظيمي للمركز وتحديد مهامه واختصاصاته. المادة 15، يتولى مدير عام المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه إدارة المركز وتصريف شؤونه المالية والإدارية والفنية تحت إشراف الوزير. المادة 16، يجوز للمركز أن يستعين بمن يراه من الخبراء والأخصائيين، يعني إذا مثلا المركز رأى أنه لابد أن يحتاج له إلى كفاءات أو خبراء، لا ممكن أن يستعين بهم من أجل تسيير هذا العمل. الفصل الخامس، هذه الموارد المالية للمركز، طبعا نحنا ما علينا منها لأنها ما تخصنا نحناش، الجوانب المالية. اللي بعده، أحكام ختامية. الفصل السادس، قال يمنح المتبرعون الطوعين بالدم مكافأة عينية أو شهادة تقدير، يعني شخص يتبرع بالدم ممكن نحن نمنحه مكافأة عينية، هذه المكافأة العينية قد تكون مال أو قد تكون هدية، أو ممكن نعطي له شهادة تقديرية. المادة 22، يقوم المركز بإجراء الفحوص المتبرعين الطوعين بالدم دون مقابل، يعني واحد يشتري يتبرع بالدم نعمل له فحوصات، وهذه الفحوصات تكون مجانا. ايضا يتمتع الماده اللي بعدها، يتمتع الاطباء المشرفون على عمليه فحص الدم والعاملون في خدمات نقل الدم بالمزايا الوارده في الكادر الصحي، وهذا طبعا ما يسميه التنميط،
أو هو جانب يتبعه وزارة الخدمة المدنية، ما علينا منه. المادة 25، لا يجوز استيراد الدم أو أحد مشتقاته إلا بالموافقة الكتابية المسبقة من المركز. المادة 26، تصدر اللائحة التنظيم للمركز بقرار من الوزير بعد مناقشته مع وزارة المالية. المادة 27 ندعها. مادة 28 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره إلى آخره. طيب بعد ذلك، إذا هذا هو القانون الذي يتعلق بشأن المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه. ألم في عندنا قانون أو قرار جمهوري بشأن إنشاء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية؟ المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، وطبعا هنا المقدمة التي تصدر غالبا عند وجود أي قرار جمهوري. الحاجة الثانية هنا الإنشاء والتعريف، الذي هو كما ذكرنا في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه. طيب المادة الثانية، يحل المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية المنشأ بموجب هذا القرار محل مختبر الصحة العامة المركزي. طبعا كان هناك موجود من قبل مختبر الصحة العامة المركزي، الآن بعد أن ألغي جاء التسمية الجديدة باسم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية. قلنا شخصية اعتبارية بمعنى أنه اسم مستقل وله ذمة مالية، بمعنى أنه يكون هناك له ميزانية خاصة ويخضع لإشراف وزير الصحة، ويكون المقر الرئيسي في المادة 5 كما يقول، يكون المقر الرئيسي له في صنعاء وله فروع موجود في المحافظات. ما هي أهداف هذا المركز؟ يهدف هذا المركز الارتقاء بالخدمات التشخيصية المخبرية وتطويرها وتوسيع أنشطتها بما يخدم المواطن والسياسة الصحية. 2، تنمية القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين في مجال الخدمات التشخيصية. اللي بعده، وضع وتنفيذ وتطوير الإجراءات والاختبارات التحليلية التي تكفل عدم انتقال الأمراض المنقولة عبر الغذاء. 4، إعداد الدراسات والبحوث في مجال دراسة الأمراض والأوبئة إلى آخره. إذا هذه خمسة أهداف عفوا أربع أهداف من أهداف المركز الوطني أو مختبر المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. طيب ما هي المهام والاختصاصات لهذا المركز؟ الذي هي يقول المادة 7، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والاختصاصات التالية. يعني ما هي المهام والاختصاصات التي يمارسها هذا المركز؟ 1، وضع نظام وطني للخدمات التشخيصية والمخبرية وتوحيد المواصفات والمعايير الفنية للمختبرات العامة والمعامل التي تقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والمخبرية وتنظيمها. 2، إجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة على المواد والمحاليل المنتجة محليا. يعني لو في هناك محاليل تستخدم في التشخيص المخبري وتنتج محليا أو تستورد، لابد للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة هو الذي يقوم بفحص الجودة لهذه المحاليل سواء كانت محلية أو خارجية. رقم 3، الإشراف على جميع المعامل المختبرات التشخيصية في كل الـ يعني في سواء كانت هذه المعامل معامل حكومية أو معامل خاصة. أيضا المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد واعتماد مراجع وطنية لضمان ضبط الجودة. أيضا تقديم المشورة الفنية في مجال الخدمات التشخيصية المخبرية وخدمات السلامة الصحية. أيضا 6، وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية لتنمية كفاءات وقدرات ومهارات العاملين. 7، تجميع وتوثيق وحفظ البيانات والمعلومات الفنية والإحصائية المتعلقة بنشاط المركز. 8، تمثيل الدولة أمام المنظمات والهيئات التي تعنى بالأنشطة التي يمارسها المركز. إذن هذه مهام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة. أيضا من مهامه التنسيق مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ضبط الجودة في إعداد المواصفات القياسية للأجهزة والأدوات. 10، إعداد وإصدار وتوزيع النشرات والمطبوعات المتعلقة بمجال الخدمات التشخيصية. 11، رسم سياسة الخدمات التشخيصية المخبرية وتحديد الطرق والوسائل المناسبة. 12، القيام بأي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط المركز. طيب بعد ذلك، من الذي الفصل الرابع، إدارة المركز. من الذي يتولى إدارة المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة؟ قال يتولى إدارة المركز أخصائي مختبرات طبية، يعني واحد تخرج من كلية مختبرات أو من قسم مختبرات طبية وحاصل على شهادة دكتوراه، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير. أيضا تحدد اللائحة التنظيمية للمركز التقسيمات الإدارية والبناء التنظيمي. طيب المادة 9، يتولى مدير عام المركز إدارة المركز وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية تحت إشراف الوزير. الفصل الخامس،
الموارد المالية، يعني من أين له موارد مالية هذا؟ طبعا موارد المالية تتكون من التالي: إما من أصول وممتلكات مختبر الصحة العامة المركزي، ممكن من الاعتمادات اللي تخصصها الدولة المركز، ممكن ما يحصل عليه المركز مقابل الأعمال والخدمات، يعني من قيمة الفحوصات التي يقدمها للمواطنين، ممكن من الهبات والمساعدات الخارجية التي تحصل عليها أو الذي يحصل عليها من المنظمات الدولية، ممكن ما تقدمه الدولة من دعم للمركز، أو أي موارد أخرى يوافق عليها وزير الصحة. هذا بالنسبة للموارد المالية. اثنين، تعتبر جميع الموارد التي يحصل عليها المركز والمحددة في هذه اللائحة جزءا من موازنة المركز. المادة 11، يكون المركز موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها، أو يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة. يعني لابد أنه عندما نعمل ميزانية للدولة لابد أنه يكون من ضمن الموازنات ميزانية للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة. المادة 12، تعتبر أموال المركز أموالا عامة تسري عليها الأحكام والقواعد المتعلقة بالمال العام. مادة 13، تخضع أموال المركز للرقابة والتفتيش من قبل وزارة المالية. المادة 14، للمركز أن يتعاقد ويجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراضه. طيب، هناك عندنا الفصل السادس، أحكام عامة، وهذه الأحكام العامة حاجة فيها مهمة. قال: أولا، المادة 15، يعتبر المركز الجهة المرجعية الوحيدة المناط بها شؤون الخدمات التشخيصية المختبرية في الجمهورية اليمنية، يعني يعتبر هو المرجع. لو في مثلا عندنا فحص ونشتي نعرف يعني الكلام النهائي والفتوى في هذا الفحص، فالمرجع عندنا الرئيسي أو مركز الإفتاء حقنا في الجانب التشخيصي المخبري هو المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة. المادة 16، ينقل العاملون في مختبر الصحة المركزي، وهو المسمى القديم للمختبرات اللي تتبع وزارة الصحة، كان اسمها مختبر الصحة العامة المركزي، الآن معانا ايش؟ المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة. العاملون الذي كانوا في مختبر الصحة العامة المركزي الآن ينقلون بجميع حقوقهم والتزاماتهم إلى المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بموجب القرار وفقا للتشريعات النافذة. المادة 16، تصدر اللائحة التنظيم للمركز بقرار رئيس مجلس الوزراء، وآخر حاجة، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وبهذا نكون قد أنهينا قوانين الصحة العامة المتعلقة بطلاب المختبرات. أخذنا أولا الذي هو قانون أو قرار جمهوري بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة، بعد ذلك أخذنا قرار جمهوري بشأن المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، وبعد ذلك أخذنا قرار جمهوري بشأن إنشاء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة. وبذا نكون قد أنهينا مادة الأخلاقيات الطبية بجانبها الأخلاقي في المحاضرات السابقة، أو بجانبها القانوني الذي أخذناه في هاتين المحاضرتين الأخيرة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.